صبحكم الله بالخير يا ويوه الخير. اليوم عاد مطعم الاسبوع من اختيار جاسم بن كلبان، بنشوف وين بيودينا وشو هو المطعم. المطعم في منطقة الفهيدي، هذول الشباب جاسم بن كلبان واسم الجناحي. لازم تصور، لازم يا تصور. خبرنا على المطعم اليوم جاسم. مطعم بيت العود، مطعم تراثي واكله كله تراثي. يا سلام. المطعم يا جماعة الخير في حي الفهيد، اسمه مطعم البيت العود. طبعا توصلوا هنا، هذا البارك مخصص للمطعم، ممكن بس توصل هنا يرفع لك الجيت. المطعم يا جماعة الخير مصمم على يعني التراث الإماراتي، في قعدات على الأرض وفي قعدات على الطاولات. طبعا إيمان ما تبغي تطلع في هذا، هي تشرح لي، نقول لي إيمان وير آر يو فروم، شوفوا ايش قاعد تشرد، ما تبغى تشرح لي. طبعا هم مرتبين لنا هذه الجلسه هني، ما نقعد هني، بس نحن بنشوف ما نقرر لما بتي الدكتوره، بس ناخذكم جوله سريعه في طبعا المطعم فيه له عدد من المداخل. هذا مدخل ثاني موجود، شوفوا شوف الجلسه محلاها. طبعا احنا جايين وايد من وقت، عشان شي ما خبز رقاق بعده ما سووا هناك القيمات، وشوفوا هذا المطبخ نظيف وايد جميل. تري الاغنيه اللي انا بحطها اسمها مخزن اغنيه صح. شو رايك في الاهداء؟ بس وينك ما اشوفك، شو رايك في الاهداء؟ يتناسب مع المكان ها؟ ما اسوي القراشيط. طبعا مستحيل واحد يمد ايده قبل لا ناخذ الصور. نو واي. اسمع جناحي عضي عضي. عويش اخت اسماء بالاريطه اهداء. امون اخت اسماء البيض اهداء. تقييم سريع للمطعم دكتورة؟ صراحة ممتاز. ممتاز؟ كم من عشرة؟ 10 من 10، والأكل رائع والمنطقة حلوة وال... شكرا جاسم بن كلبان. شكرا جاسم بن كلبان. شكرا جاسم. كم تقييمك؟ 10 من 10، وأحسن مطعم إماراتي سلسل. شكرا. مطعم البيت العود، الحين مصور لكم المنيو والأسعار. طبعا تيك رقم 1000، لأن كل شوي يخربون علي. اسعار المطعم مقبوله جدا بالنسبه للاكل الاماراتي، اكل لذيذ جدا، واللي لاحظت ان المنيو كل يوم عندهم شيء مختلف عن اليوم الثاني. هني يطبخون المالح ويجهزون الغداء مثل ما انتم شايفين، يعني اكل بيت. هل تريقنا كله كم؟ 120 درهم. تخيلوا 4 انفار ب 120 درهم، يا بلاش. يا سلام عليك يا أخي، يا سلام. المطعم يفتح من الساعة 8 جاسم لين الساعة 10 في الليل صح؟ يوميا. الويكند يمدون لين الساعة 11 صح؟ صح. So this is my friend Matthew. From where Matthew? From Nigeria. Nigeria. Yeah. Thank you very much. يا سلام عليك. Thank you. Thank you. يا شمعة جلجل.
شو هذا بالضبط؟ هذا من انواع الكركم، دواء كحه طارد للبلغم. اذا شو يسووا به؟ يطبخونه ويشربونه، يطبخونه في الماء. هاي شبه؟ شبه هي. هذه حق اللحيه يوم واحد يجرحونه ولا شيء. لا هاي طبعا هذا يسمونه حي الفهيدي، كانت المنطقة يسمونها منطقة البستكية قبل، الحين غيروها لحي الفهيدي. بتحصلون فيها وايد محلات، فيها آرتس، فيها لوحات، واللي برا من برا دبي يزور دبي أنصح يزور هذه المنطقة بشكل كبير، لأنه بيستمتع فيها. يعني حتى المتحف قريب من هنا. المنطقة فيها مجموعة مقاهي، يعني هذا المقهى أعتقد مال بنت الدكتورة حصلوتا، أعتقد مو متأكد. أنا قلت مال الدكتورة، مال بنت الدكتورة، طلع المقهى مال الدكتورة أصلاً. دكتورة مش عندك؟ صح، عنده عزان بس. طبعاً المطعم جميل جداً. في هني بتشوفون غرفة الأفكار والابتكار، وهذه المكتبة. زين، بما أن الدكتورة وايد تحب الكتب. وتستاهل دكتورتي، هي أصلاً أمي في الإعلام، هي اللي علمتني يعني. ألف مبروك يا دكتورة، توني أعرف إن المكان مكانك. لما تلبسها تطرد الطاقة السلبية من جسمك وتستبدلها بطاقة إيجابية. إنزين البسي، يمكن تستفيدي منها. هذا أوكي، هذا أوكي حق سلبي نوعاً ما. إيه. فها أوكي تحطه في المكتب عشان ممكن تتغير. تعرفين ليش سلبي مكتبي؟ من الناس اللي يوني. وأنا مو منهم. إيه مول مول. هاي السوالف صدقين دكتورة حصة أتذكر من أيام الجامعة وهي مهتمة بهذه الأشياء. أنا عندي خالوتي. سبحان الله. هي مهتمة بالحديث بتاع الطاقة حتى وأخذ عليها يعني. والله تستاهل دكتورة، أحرق السناب عشانها. تستاهل. زين أقول لك أخذ يعني يمكن أفتك من. خذي يمكن سبحان الله، نحن ما نفتك مو بنتي. لا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، سكنوا مساكنهم، سكنوا مساكنهم. أشوف شو صورتي؟ أشوف الذي ينير نفسه وينير الآخرين. نعم نعم. كفاح الكعبي، حصلت حد يقلدك. أقول نعم نعم. هذا سور دبي القديمة، من يعني الملامح المعمارية لإمارة دبي. الفرق يوم واحد يكون إعلام. السور تم تشييده يعني حوالي عام 1800 للميلاد، وكان يحيط بمدينة دبي القديمة. هذا اللي. وهني هاي السدرة هذه من كم جاسم؟ من 1910. هاي الإشارة شوفوه. على فكرة في فندق في هذا المكان يعني اسمه XVA، فندق جميل، عدد غرفة محدودة. إن شاء الله إذا الله أعطانا عمر يعني في القريب العاجل بسكن فيه وراويكم الفندق وتفاصيله وهذه المنطقة بالتفصيل بعد. هذا الفنان اسمه روبن سانشيز، كان يشتغل مع تشكيل جاليري، وعنده لوحات فنية رائعة منها هذه. الثانية وين؟ في جميرة؟ الثانية في جميرة، يوم انتو تسوقون بطريق لبرج العرب تشوفونها على ايدكم اليمين بعد على مبنى. وين شاردة دكتورة؟ تعالي ما نكمل الحين. انت من الناس اللي تحبين تمتلكين هذه اللوحات، اشرحي لي هاي اللوحة شو يعني؟ البلا؟ ريال يعزف على العود ورا القطوة. ايه؟ والدلة. زين. شو يسمونها هاي؟ الكامب فاير. كامب فاير؟ الكامب فاير عيل. ها انزين. اوكي، يعني بالمختصر هذا التراث يعني جلسة طرب. شوف المبنى اللي وراه بعد سرداب. ها دكتورة، هاي يسمونه سرداب صح؟ لا السرداب هو اللي تحت أي المبنى. اي انت قلت اسمه سرداب اول شيء. لانه ما قلت. منطقة جميلة دكتورة. ها هاي جميلة تراث. مسوين عصر ذهني هني؟ سويت انا اوريدي، بنسوي ان شاء الله مرة الجاية. لا لا فيها حلوة عمانية؟ لا لا. وهذا شو يسوون فيه؟ دكتورة شعرة، كان ريال عاش هالزمن، احنا ما عشناه. هاي هاك بيت عبيد بن ثاني الشيخ عبيد بن ثاني. هاك هالشيء. شوف يا سيد تعليم سيارات مؤسسة شعب. هيك دكتور
طبعا نحن موجودين هنا في ميدس البستكية، هناك معانا عبد الرحمن الشريف بعد يشرح لنا عن الميدس. تحذير لكل الوصلاوية، اي وصلاوي ممنوع يدخل هنا. ها عبد الرحمن لازم ما يعرف اني انا وصلاوي ترى. وشوف هني زيارة كاكا، الشباب كانوا يحاولون يبون نادي النصر لكن ما رضى. حيا الله بنت البان. طبعا سواح يوميون هني هاي المنطقة يمرون على مركز الشيخ محمد بن راشد على مكتوم التواصل الحضاري. شو يسوون هني اختي خبرتيني؟ فسواحيون عشان يعرفون أكثر عن الكالتشر الإماراتي، فعندنا تورز وبعد كالتشرال ميلز، فيأكلون أكل إماراتي. أهم شيء حق السايح بطنه. لازم أهم شيء تعطونهم أكل إماراتي. وطبعا هذه كل البروشورات اللي تحتاجونها كسواح عن مدينة دبي. هذه فري صح؟ طبعا داخل المركز انا ورا في الغرفه هذه مثل قاعه محاضره، جلسه عربيه وحطوا لهم اكل ويشرحوا لهم عن ثقافه دوله الامارات. ترى شوفي شو مسوين البلديه من بين هذا المواقف هني مع رئيس القسم ما ادري وين، حاطين موقف حق الموظف المتميز. هذا ما حطوا موقف حق الحريم. الماني فيها مواقف خاصه حق الحريم في كل مكان. ها صح طبعا اكيد لازم هني نحن نسوي مثل المانيا طبعا لضمان سلامتهم. دكتورة ترى باقي شوية نحن منيرس البيت وانتوا بتشتغلون عنا شوية باقي ترى بس.